عسلم عسلم لبيس مدام عايشك عايش اختي قدم لي روحك حورية مرحبا بيك مدام اش تعمل في حياتك فمدي ميناش ان شاء الله ربي يعينك مدام قبل ما نبدا وعلاش طلبت مني اني نغطي لك وجهك علاش خاطر الواحد يخاف على روحه ما عادش تكلمي تو تكلمي ولي عاحق وما يحبوش اختي وبرشا انا تظلمت برشا لو تحكي لنا الحكايه نتاعك الحكايه نتاعي انا نخدم فام دي ميناج من 2011 جيت المره ذي انا نخدم غادي وجيت كل مره تقولي سلفيني فلوس زميله اي فام دي ميناج كل مره سلفيني فلوس قلت لها انا راني سلفتك مره ما عادش نسلفك ولت تفز فيا وعملت لي مشاكل مع معناها هذا كل خاطر انت ماكش تسلف فيها وهل هي كي تسلفك قاعده ترجع لك ولا بنتي انا سلفتها مره ما رجعت لي كان يعني بصعوبه ما نحبش نسلف ما نحبش نعطي فلوسي خاطر العبادة ذي تعطيها تولي مشاكل عملت لي مشاكل ودارت بواحدة أخرى من جندوبة دارت بها أصحاب داروا بيا مشوا كذبوا علي كذيب وعملوا لي مشاكل سمعوني الكلام أنا كسمعوني الكلام أنا ما نكذبش عليك رد فعل رد فعل فهمتي ورديت يعني مشيت شكيت بها وليت انا هي فهمتي عندها شكون معاها وليت انا هي وانا ثم شكون ولاد حلال معايا غادي ثم كعبتي ثم راجله يرحم والديه فهمتي كان شهور انا نحتني انا مترسمه من 2011 تو عندي هذا العام الثاني هي مترسمه؟ مترسمه قديمه عندها معارف يسمعوا في كلامها وصلت حتى جماعتها كتغيب هي انا نعوضها وصلت تفزوني سكرت علي الباب في وجهي واحده غادي جديده داخله عندها 3 سنين دخلت دخلت وهي سكرت الباب في وجهي والله يا خويتي كيما نحكي لك قسمت لك بالله العظيم يا ربي راهي عشيه وما ندريش اروح نروح ولا لا راهي ظلمتني برشا ظلمتني حتى في الشارع ولات تحكي علي شنو مشكلتها معك؟ ما نعرفش عليها مشكلتها ما نعرفش عليها المشكله ومش نديتي هي من عام 69 مش نديتي قربتها انتري أكبر منك ولا أصغر؟ أكبر مني أنا من عام 80 وشكيت بها للحاكم هددوني عملت فيها عريضة مشيت عريضة ومن بعد قالوا لي لا ما تعمليش عريضة ثم شكون ولد حلال بعثني لمركز المنزل قالوا المرأة هذيا وقف معاها فهمتي كلمت وغادي كينا جابوا لها استدعاك مشيت هزيته المديرية قالوا لي تمشي تبحث قالوا لي نوقفك على الخدمة عاش مازال عاد باش ندافع على روحي ولي موقفة على الخدمة وأنا مترسمة نصبح جاي البر خواتي أنا طالبة منك من أنت من الله ينوب عليك عارفك شنو موقفه من الحكاية عارفي خايف عنده هي عندها من فوق شكون معاها خايف فهمت خايف منها عندي خايف من فوق من جماعة الفوق يا عاد مشكلة ما بين زوز زملاء لازمها تتحل معناها خوتي أنا هاني حكيت فمش مسؤول اللي يحل المشاكل عليك والله جا بي دي جي وبي دي جي لا ما عارف يحل لكم مشاكلكم وصلت حكاية البي دي جي وصلناها وصلت أنا البي دي جي تكلم عليه البي دي جي للعروفات الفوق اللي تاخذ منهم هما جايين معاه يا خواتي قسمت لك بالله العظيم نعطيك رقم الراجل هذا وطلبيه سر هو قال لي راني نشهد شهادة حق من سر يخدم غادي هو يخدم معانا غادي كينا مش وين نخدم له وين انا نخدم لوط وهو تخدم له امراه اخرى فم دي ميناج اخرى تنظف لي لكن هو ما حبش الظلم رمزه عم جابتني لبرا راهو هو في النقابه هذايا قال لي انا نقول كلمه حق من سر خويتي قال لي ما تخليش حتى واحد يشوف علاش هي شهاده حق لا لما هو تو زملائه مديري وهو مدير يسمعوا به الشهد يقولوا كيفاش علاش هما ضدك هما ضدينا بطبيعتها هي تخدم لهم هما ضدينا يا خويتي والله انا راني زوالي قسمت لك بالله العظيم تعبت برشا انت متزوجه وعندك صغار متزوجه وما عنديش صغار تي انا مشيت باش نعدي على الصغار عايرتني بالصغار وقالت لي تغيب نجيب لك الاوراق نتاعي بدي طاي وعندي سكر منها هي تو عندي عام انا مريضه بالسكر منها هي عملت لي سكر ها نجي نعطي لاختي نمر التليفون بتاعي ونجيب لك الاوراق نتاعي نتاع السكر ها هما الاوراق نتاع الصغار صادقه مدام لا نعطي لاختي تشوفي اوراق الصغار وتشوفي كل شيء بس سامحني عايش ولدي انا نحب نوريه ها هما الاوراق نتاعي الدليل نتاع اللي انا مصورتهم صادقه مدام ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيك اختي نجيب لاختي نتاع السكر اما بالله عايشة ولدي انا راني والله خايفه راني من شنو خايفه بنتي خايفه يزيد يقولوا هاي تذكر فينا وهاي انا ما اذكرش اسم الشركه وكهو
ها مش نقول لك خايتي، ها انا حكيت لك اللي قلت لك. انت خايفه من شكون؟ انا خايفه من غادي كاينه ثم واحد لعلينا في ذكر اسمه، دخلت نشكي ليها، نشكي له منها هي، قلت له ها هو اوراقي وانا عندي سكر والمراضي استفزتني. قال لي ما زلتي تدخلي البيروية نعمل فيك رابور. مشيت للسيده ذي في النقابه، هو زوز في النقابه، مشيت ليهم قالوا لي راه السيده ذي ما عندوش حق باش يقول لك انت جيتي تشكي له باش يقول لك نعمل فيك رابور. قالوا معليش المعامله هذه خاتي، معامله خاطر انا زولي يوم القصري يكرهوا القصر. تحيه لاهالي القصرين. عيش اختي، والله والله انا يعني حكيت لك، والله يا خوي قسمت لك بالله العظيم يا خوي، راني لا نحل لاني خايفه لاني طامع، راني مترسمه في خدمتي كل مره نقول تو جيبني بر. جابت لي واحد السيد هذا، علاش انا ما حبيتش نسلفها هي فلوس، سلفته فلوس رجعها لي كان بالسب، سبني ورجعها لي بعد ما سلفته وطلعته شاهد علي الفوق، راني انا نسب فيه والكلهم في بالهم والراجل هذا في بالهم، ونعطيك نمر التليفون نتاعو. ها نعطيك نمري، تحبي نعطيك نمرو، ما كلمي سر. قولوا راهي المراه ذي قالت لي راهو ذي ولد حلال يحب شهاده حق، قال لي انا نشهد شهاده حق، نشهد شهاده حق اللي هي المراه ذي راهي ظلماتك، اما عندها قويه عندها شكون معاها. انا البي دي جي نتاعي البي دي جي هذا جي جديد، قالوا لي باري امشي كلميه، قالوا لي باري امشي كلمي البي دي جي هذا الجي جديد واحكي معاه، تو هو يرجل لك امورك، ما نجمش نطلع له خاطر ما نجمتش، خاطر ثم عنده شكون معاه، عندها شكون معاه والله. البي دي جي جاي ضدك زاد؟ لا هذا جديد باهي، واول ما دخلت قال لي مدام لاباس ربي يعينك، اسمع ماني انا مرضت ودخت جاي قال لي نظف، قال لي راني انا سمعت بك مرضتي لاباس صحتك، دخل عنده شهر ماهوش ضدي، دخل عنده شهر. انا يعني تو ما نكذبش على اختي، انا نحب نلقى شكون سند يكلموا عليا، يكلموا يقولوا المراه هذه راهي مظلومه. والبي دي جي اللي خرج قبل وانتريت راه مش ضدي، راه المره الاولى جاي معايا، راه من بعد كي هما كلموه قالوا ليه راه وك وك وك، ولا جاي ولا جاي ضدي. وانت تعرفي العبد تو، انت تعرفين على وجهي انا شنطه، ما هو يظهر العبد على وجهه شنطه. اي حاشيك مدام، والله يا وليدي راك تعرفوا راك مقارين، تعرفوني انا شنطه ظاهره شنطه. حاشيك عندي اعاقه، انا نحمد ربي جيت من الكسرين وخدمت، عندي اعاقه وضربني الذوق. قالوا لك لي انت شنطه؟ قالتها هي، هي قالتها بطبيعه هي باش تقولها باش تحكي، وهي راه مشي عركت، عركتني انا برك، عركت واحده اخرى زاد هذي، عركت واحده اخرى مش عركتني كان برك، فهمتي فسختي سمعتي مع العبيد. مشيت تحكي ليلى، واحد اسمها ليلى غير ما نذكروا الاسماء، خدمت معايا، مشيت حكيت لها قالت لها راه المراه ذيك الشنطه، قالت لها ليلى انا خدمت معاها المراه ذيك، قالت لها انا خدمت معاها انا نعرك عليها مش شنطه. والله يا خويتي قسم. مدام نخلي لك كلمه الختام، شنو هو طلباتك بالضبط؟ طلباتي تبعدني، تبعدني هي ومن معاها ونخدم على روحي، تبعدني خلوني نداوي نجيب صغير على روحي. والله يا خويتي كل ما نغيب نخاف على روحي انا. داوي مدام، شكون قال لك ما داويش؟ انا ما هي شتش كتبي تو، انت باش تغيبي تمشي تجيبي صغير، باش تجيبي صغير، عندي السكر انا، اولا يعطوني دواء لترقيح السكر، وانا نحب نعطيك نمري يا خويتي بالله برسم ميتك برحمة اللي مات ليك، نعطي لاختي نمري ونجيب لك اوراق نتاع السكر. صادقة مدام؟ لا انا يعني نحب نجيب. انت باش تفيل روحك؟ نجيب لاختي زوز جوابين. قاعدين نركحوا لي في السكر، قالوا لي مثل ماشي حبالة، أنت عندك السكر، قالوا لي يلزمك تعملي يلزمك ترقلي السكر باش تحبلي، ها هو الأوراق. البارح برك في عزيزة وعثمانة، والله يا خويتي. يطفى عليك. إن شاء الله ربي يشفيك وإن شاء الله ربي يرزقك. خويتي وقفوا معايا. شكرا مدام. عيشك يا ربي يسترك، نعطيك نمرو. اي خليه جالي لقيت نمرو.